الحمد لله على السلامة. كيف أمورك؟ بداية اسمحوا لي أن أرحب بسعادة السفير السيد زبيد الله سفير دولة باكستان في الكويت، وشكره وتقديره للجهود التي بذلها بالتواصل مع الإدارة الذاتية على مدى أشهر عديدة للوصول لصيغة استرداد بعض الأطفال والنساء من مخيمات من عوائل داعش في مخيمات شمال وشرق سوريا. طبعا خلال اللقاء مع سعادة السفير، السعادة السفير ليس هي زيارة الأولى، كانت لديه سيارات سابقة لمناطقنا. خلال اللقاء مع سعادة السفير تم التطرق للوضع السوري بشكل عام والمخاطر التي تتواجه شمال وشرق سوريا والتهديدات الإقليمية على مناطقنا. وجدنا تجاوب من سعادة السفير، والآن أترك الكلمة لسعادة السفير وأشكره على جهود التي بذلها لاسترداد مواطنيه. يتوجه مباشرة من قيادة جمهورية طاجكستان تعمل سفارة جمهورية طاجكستان في دولة الكويت على إعادة المواطنين التاجك من النساء والأطفال ممن يتواجدون حاليا في مخيمات الحول والروج. وإن الجانب التاجكي منذ فترة تتخذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة من أجل إيجاد السبيل لإعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى طاجكستان، وذلك عبر تنسيق الجهات المختصة. وإنني أرى من واجبي أن أقدم جزيل الشكر والتقدير والإطمئنان إلى دوائر المختصة والجهات الأمنية للدعم والتنسيق من أجل إتمام ترتيبات لإعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى طاجكستان، وكل من ساهموا وبذلوا كل جهود وقدموا كافة التسهيلات من أجل إنجاح هذا المبادرة الإنسانية. شكرا جزيلا.